هي السيدة المصرية الجميلة اللي هنعرض قصتها في التقرير التالي. رانيا سيدة أربعينية، عندها حاجة وأربعين سنة، والحقيقة أنه هي عاشت ظروف صعبة، ظروف يعني شخصية صعبة جدا. كان في طلاق من زوجها، ولقيت نفسها فجأة مضطرة أنها تعتمد على نفسها بشكل تام في الإنفاق والمصاريف وكل حاجة. عندها ثلاث أطفال هي من تنفق عليهم. في البداية حاولت العودة للعمل كموظفة، كانت بتشتغل في فندق كبير، بس ساعتها ما كانتش محجبة، لكن ما عرفتش ترجع تاني، وفي نفس الوقت اتقدمت في السن فما قدرتش ترجع لنفس الشغلانة اللي كانت فيها. فكرت بقى بشكل آخر، يعني ما هي دلوقتي واحدة بتشتغل بشكل يعني شريف وعايزة تشتغل تاخد يعني تاكل لقمة عيشها زي ما بنقول كده بشرف وبإخلاص وبجهد، فما عرفتش ترجع للوظيفة اللي كانت فيها لأسباب بقى كتيرة. وبالتالي قعدت تفكر، عندها ثلاث أطفال وعايزة تصرف عليهم تعمل إيه. الحقيقة إن هي كانت في مرة قاعدة فتلاجتها باظت، وقدرت تصلح التلاجة بتاعتها بنفسها، فالفكرة جت لها تشتغل في مجال التبريد والتكييف، وبالتالي تصبح هذه السيدة الجميلة أول سيدة فنية تعمل في هذا المجال، مجال فني تكييف وتبريد. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا أحمد صالح مع السيدة رانيا، اللي الحقيقة هي نموذج محترم جدا، وفخورين إن احنا بنقدم هذا النموذج في مساء أدريج. أنا اسمي رانيا، كان كل خبرتي في السياحة. ابتديت ان انا ادور على شغل بعد ما انفصلت، لان ما كانش في اي دخل، يعني مصدر للدخل ليا. انا يعني انا كرانيا في البيت بصلح الحاجه بنفسي، خالي ووالدتي علموني ان انا اعرف اعمل كل حاجه بنفسي، ما بدخلش حد عندي ثلاجه فيها حاجه احاول اعمل. بعد ما جات لي فتره اكتئاب ان ما فيش حد بيرد عليا ومش لاقيه شغل ومش عارفه اتصرف، كتبت على جوجل كورس تبريد وتكييف، وطلع لي الاكاديميه، اسم الاكاديميه، كلمتهم في التليفون وجيت واخدت الكورس، والباشمهندسين اللي كانوا موجودين، واخدت كورس كمان شاشات، تصليح شاشات، كانوا بيساعدوني بصراحه، ويعني دعم بعد ما خلصت الكورس. في اي حاجه بتصل بيهم الاقيهم بيجاوبوني وبيساعدوني. ابتديت ان انا اكلم المعارف واقول لهم ان انا بصلح حاجات بس ما عنديش عده، فالفني الشاطر لازم يطلع بعدته كلها، ما ينفعش انا اروح يعني اشوف العيب ايه وبعد كده لا والله انا هجيب العده واجي اصلح، ما ينفعش. للقرايب وللمعارف الحاجات اللي موجوده في حدود امكانياتي، كانوا بيتريقوا شويه ويقعدوا، وانا قاعده اضحك معاهم ويقولوا لي انت هتبوظي الحاجه، انت هتعملي لنا الثلاجه غساله، مش عارف ايه. عرفت العيب ايه وصلحت لهم الحاجه، فبيبقوا مبسوطين، وحد فيهم صورني والصوره كانت نزلت على الفيسبوك. بقى الاقي بقى رسائل بتتبعت لي انت هتاخدي رزقنا، هتفتي، ما تروحي تشوفي لك حضانه تقفي فيها. اصحابي معارفي الناس اللي شرحت لي بتقف جنبي، وكل ما احس باحباط الاقيهم بيكلموني ويقولوا لي لا وهتقدري واحنا معاكي وان شاء الله هتنجحي. طموحاتي ان انا يبقى عندي مركز صيانه كبير، ومش بعيد على ربنا يكون عندي مصنع، فعايزه اقدم حاجه الناس تستفيد بيها والناس تبقى مبسوطه ان انا رحت صلحت حاجه، ويبقوا عارفين ان انا صلحت حاجه ومرتاحين من الحاجه اتصلحت، وفي نفس الوقت يبقى عندي حاجه كبيره ان شاء الله.